بعد طول انتظار كارلوس عزار أطلق أغنية لطالما سألنا عنها بكل لقاءاتنا السابقة معه، فعودتها للغناء أخذت وقت طويل. وهالعودة مثل ما شفتوا ما اقتصرت على طرح الأغنية كأوديو، فكارلوس قدمها بكليب تصور في لبنان. كارلوس عزار فينا نقول وأخيرا. وانت شو عبالك؟ عبالك دول؟ عم بسألك. قول. يعني واخيرا العمل المنتظر اللي انحكى فيه كثير. واخيرا لقلي قبل يعني. يعني انا صار لي بوعد حالي اذا بدك فترة طويلة بالاخير خلص يعني. ليش هلأ وليه بالاخير خلص؟ لانه خلص في عندك شغلة ما بيعود فيك تطلع منها بالاخير يعني، في سوسة بتبقى عم تنخر انه انت ليه موقف. ايه هلأ بدنا نحكيهم هودي. هلا. فشهرة كارلوس بالتمثيل غطت على شهرته بالغناء، والسبب ابتعاد عن طرح الأعمال، ولكن هالشيء حاليا راح يتغير. بس كون بهدول المطارح بالستوديو مع الموسيقية والآخرية بحس انه هاي الحياة. وكارلوس مش بس معتمد على موهبته. وانا رحت تخصصت من ميلة يعني. حرام واحد يتخصص ويكب تخصصه يعني بمطرح مش منيح، وخاصة انه حتى بالتمثيل نحن تخصصنا ومنزعج بس نشوف اشخاص ما قالون عليه وهن موجودين بهذا المطرح يعني، لا موهبة ولا تخصص. هذا شيء مزعج شوي يعني. شايف شو عم يعملوا فينا؟ واي ازعاج كارلوس تخطاه من اول ما سمع الاغنية. عيطت لي فاتت عقلبي يعني. هون كمان بين هلالين بدنا نقول انه الغنية هي من كتابة منير بوعساف والحان رافائيل جابور وتوزيع أليكس ميساكيان، ودايما الدعم والتعاون الكبير مع الشركة العالمية يونيفرسال ميوزك مينا، وكان في اذا بدك هيك دعم وسبورت من الادارة المتمثلة بإليان الحاج. دايما موجود. ايه طبعا اكيد. وهالعودة للغناء كارلوس اختار تكون من قلب الطبيعة، المكان الاحب لقلبه. طبعا انا اذا هيدا البيت بتحطني فيه 3 اشهر على فرد صاحبي ما بقول لك لا يعني. كيف ملاقى اجواء التصوير؟ ممتازة يعني، من اللوكيشن يلي نحن اخترناها وللستوري بورد والقصة يلي حتى جو عزار يلي هو المخرج والدي او بي بالميوزك كليب يلي هو بنخيه كمان. قد ايه في مخاطرة انك تتعامل مع مخرج جديد وصغير بالعمر؟ شوف جو صحيح جديد بس جو عنده خبرة كتير كبيرة لأنه عم يشتغل كتير، وجو حدا عامل دوكيومنتريز يعني. هاي دولة أنا بس حضرتهم طلعت هيك إنه هذا ابن خيي عن جد عم يعمل هالأشياء، هذا عن جد أنت عاملون. الواضح إن جو طالع لي عمه. كارلوس كان هيدا الشخص لإلي، هو هيدا الشخص يلي كنت عرفت وقتها أنت تكون صغير في حدا أكبر منك، بس إنه مش كتير أكبر منك، بدك تكون مثله، بدك تعمل شو بيعمل وهيك. فكان دايما يعني كارلوس هيدا الشخص، وهلا هيدا المومنت هلا عم نعمل هيدا الشغل انا وياه. كتير حلو. والحين صار وقت اللحظه اللي نتكلم فيها عن اجواء الكليب. بهيدا الميوزك فيديو يكون الابروتش اكتر فيلم، شيء سينماتيك اكتر، يكون عم نخبر قصه رومانتيك ستوري اذا بدك عن حدا. هيدا المومنت وقت يخسر الشخص اللي بيحبه. وبعيدا عن كل هالدراما يبدو ان كارلوس يعيش قصة حب، وهذا اللي حاولنا نعرفه. في بوكيه هالقد اليوم وصلت على السب صح؟ كبير هالبوكيه والله، حلو بجنن. وفي كارت. ايه وفيها كارت. وينه الكارت؟ خبي ورا؟ احو شو ما بدي اشوفه، بدنا نشوف شو في بقلبه. لا انا بس تكون امين انه في كارت. هلا شو في بقلبه هيدا؟ مين صاحب البوكيه؟ شوف هو ان شاء الله مثل يعني ما هيك ما نفس الشيء يعني، كيف بس غير. ما فهمت شيء من هذا المقصود. جايز ثانك يو ايفري ون، ميرسي على كل شيء، يعطيكم الف عافيه، ميرسي انه تعبتوا معنا وعزبناكم.